بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور محمود حسين لكورس الفاونديشنز انجينيرينج 1 الخاص بقسم الهندسة المدنية بجامعة الملك خالد المستوى الثامن. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على آخر شابتر في الكورس اللي هو شابتر 7 اللي هي الرافت فاونديشن. أول جزء في الرافت فاونديشنز هنعرف إيه هي الرافت فاونديشنز وإيه هي إمتى بنفكر إن إحنا نعملها. فبنقول المات أو رافت فاونديشن is a large concrete slab supporting several columns and two or more rows. يعني إيه؟ يعني الأساسات اللبشة ما هي إلا عبارة عن slab كبيرة بتعتبر support ل مجموعة أعمدة من المبنى، ممكن تكون أعمدة المبنى كلها أو جزء منها. وبنبتدي نفكر فيها إمتى؟ بنقول it is used where the supporting soil had low bearing capacity، يعني لما التربة بتاعتي يبقى قدرة تحملها ضعيفة، فبنبتدي نفكر في raft foundations. Thus, mat foundations are often used for supporting structures that are sensitive to differential settlement. وطبعا بيبقى ده برضك هدف اساسي لاستخدام الرافت فاونديشنز. امتى؟ لما يبقى في عندي المبنى بتاعي حساس لان ممكن يحصل هبوط متفاوت للاعمده، فبنفضل ان احنا نعمل الرافت فاونديشنز. فلو عايزين نقول امتى بنفكر نعمل الرافت فاونديشن، if foundation area covered 50 to 60 of the total block area. يعني ايه؟ يعني مش شرط ان يحصل تداخل في الاعمدة. لو انا عندي مبنى والاعمدة بتاعته بالشكل ده، وجيت عملت هنا فاونديشنز وهنا عملنا مثلا ستراب، عملنا هنا كومبايند، عملنا هنا ستراب تاني، ايا كان، ولقينا ان الاساسات بتاعتي ديت بتشغل حيز تقريبا من 50 ل 60%، الافضل ان احنا نعمل القاعدة الرافت للمبنى كله كقاعدة واحدة mat foundation. If the individual columns or footing would be undesirably close together or try to overlap. طبعا نفس الكلام، لو انا بقى حصل بقى ان ايه، حصل تداخل، جيت عملت كومبايند هنا وكومبايند هنا، جت الكومبايند دي تدخلت معاهم، فبنفكر ان احنا نعمل الرافت foundation. It's required where soils have low bearing capacity، زي ما اتفقنا قبل كده ان هي لازم البيرنج كاباسيتي تكون ضعيفه، and have to support heavy structure loads، يعني عندي احمال كبيره وعندي تربه ضعيفه، اكيد ده هيحصل تداخل في القواعد، فهنعمل الرافت foundations. Structures on marshy land او soft clay and land that are made of cemetery land fill or other material like debris, unconsolidated soil and solid wastes where differential settlement is suspected. يعني ايه الكلام ده؟ لما يبقى عندي التربة الضعيفة زي السوفت كلي، او انا عندي في مشكلة في التربة، مثلا تربة unconsolidated، يعني تربة لسه ما حصل لهاش تصلب، او في solid wastes، يعني تعتبر فضلات صلبة، ففي الحالة ديت هيبقى في مشكلة عندي في الهبوط. يعني انا عندي لو اساس هنا اساس هنا اهوت، وعندي هنا الطرق اللي احنا الضعيفه اللي احنا اتكلمنا عليها هنا، فممكن دي تحصل هبوط جامد وده ما يحصلش هبوط، فيحصل ديفرنشال سيتلمنت. فاحنا بنعمل ايه؟ رافت بريجيت عشان تتحمل الديفرنشال سيتلمنت. بنقول رافت فاونديشن may be used where the base soil has low bearing capacity and all column loads are so large that more 60% of the area is covered by conventional spread footing. زي ما انت شايف حصل تداخل هنا فعملنا قاعدة ليها كلها. Particular advantage for mat foundation or below the ground water table is provided water barrier. طيب يعني ممكن نلخص اللي احنا قلناه ببساطة خالص، ان انا بفكر ان انا اعمل الرافت فاونديشن في ثلاث حالات. ان انا لو عندي bearing capacity ضعيف، عندي load عالي، عايز اشتغل على الابليفت للمبنى ويقاوم الايه الابليفت بتاعت الميه. لو فكرنا في كده يبقى احنا ممكن نفكر ان احنا نعمل الرافت فاونديشن. ان شاء الله في الاجزاء القادمه
هنبتدي نتحدث عن أنواع الرافت فاونديشن. شكراً.